صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا من مصر ومن كل دول العالم. النهارده حلقه جديده باذن الله من هذا الصباح، هنقدم لحضراتكم فيها من خلالها العديد من الفقرات والخدمات المتنوعه زي ما عودنا حضراتكم كل يوم. ده بجانب قراءه في اهم وابرز عناوين الصحف. خلينا بسرعه نبتدي هذه الحلقه ودائما بابرز واهم عناوين هذه الحلقه. انطلاق اعمال اختبارات مبادره اشبال مصر الرقميه في الجامعه المصريه. وفي دراسة بتقول إن كل جرام زيادة في دهون البطن بيزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11%. معابد الكرنك في الأقصر بتستعيد رونقها بعد أعمال الترميم. $6.5 مليار صادرات مصرية لغرب أوروبا خلال 5 شهور. وموضوع مهم جدا عن تأثير الزيادة السكانية على سلوك الأطفال. ده بالإضافة لقراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتب الصحفي أحمد رأفت. انطلقت أعمال اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية في عدد كبير من الجامعات المصرية، واللي بتأتي في إطار اهتمام كبير من قبل الدولة بتقديم الدعم للأجيال الناشئة وتوفير السبل اللازمة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة، وذلك بما يضمن تأهيلهم على النحو الأمثل، وكمان إعداد أجيال ناشئة على مستوى متقدم في مهارات التعليم والتكنولوجيا قادرة على العمل والعطاء وفق معايير الإبداع والابتكار للمساهمة في بناء الوطن وتقدمه. المبادرة دي بتهدف إلى بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس في النواحي التكنولوجية والتقنية المختلفة عشان يبقوا نواة بناء وتأسيس مجتمع رقمي قادر على مواكبة تحديات المستقبل محلياً وعالمياً. للمزيد من التفاصيل نتابع مع حضراتكم هذا العرض. ودلوقتي هنتكلم على عنايتنا بصحتنا. يوفر لقاح فيروس التهاب الكبد بحماية أكبر من الإصابة بالمرض، كما أن تلقي هذا اللقاح مهم للمخلطين لحالة مصابة بهذا الفيروس بفيروس التهاب الكبد بي، واللي بيخضعوا لجلسات الغسيل الكلوي كمان.
وفرت الدولة هذا اللقاح، لقاح فيروس التهاب الكبد بي في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وده بيجي ضمن توفير الدولة لكافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بهذا الفيروس حتى تمام بالشفاء. ده بالإضافة إلى كافة التحاليل اللازمة، وكمان تم الإشارة إلى أن هناك برنامج متكامل للعلاج. معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا. دكتور أشرف، بداية صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بداية كده عايزين نتعرف أكتر على فيروس بي. يعني فيروس إيه؟ معروف ودارج جدا. فيروس سي الحمد لله ان مصر بقت في المرتبه الاولى، لان تقريبا صفر فيروس سي نتيجه لكل حملات العلاج اللي حصلت في مصر، والعالم كله اتكلم على ما حدث في مصر للشفاء من هذا العلاج ومنع انتشاره. فيروس بي نفسه ازاي اصلا بينتشر وبتبقى اعراضه عامله ازاي؟ هو الالتهاب الكبدي الفيروسي بيتسبب الحقيقه بمجموعه من الفيروسات الشهيره. عندنا فيروس ايه زي ما حضرتك ذكرتي، وده بنسميه الالتهاب الكبدي الوبائي، لان هو بيجي بنسبه كبيره خاصه في الاطفال وبيخف ولا يترك اي اثار مزمنه. فيروس بي وفيروس سي من الفيروسات اللي بتسبب الالتهاب الكبدي، ولكن لا تسبب الالتهاب الكبدي الحاد في معظم الحالات، ولكن تترك اثر في الكبد وينتج عنها التهاب كبدي مزمن. وعلشان كده كان في كتير من المرضى وخاصة من الفيروس سي بتعاني من مشكلات الالتهاب الكبدي المزمن وتليف الكبد وفشل وظائف الكبد. طبعا الحمد لله في خلال الفترة اللي فاتت استطاعت مصر انها تقضي تماما على فيروس سي من خلال العلاجات اللي وفرتها الدولة، واستطاعت فعلا انها تقوم بحملات كبيرة ومبادرة 100 مليون صحة اللي استطاعت من خلالها انها تقضي على فيروس سي. نعم. تبقى لنا فيروس بي وبعض الفيروسات الأخرى. فيروس بي الحقيقة واحد من الفيروسات اللي بينتقل عن طريق الدم، وعلشان كده الأدوات الشخصية اللي ممكن إنها تسبب العدوى عن طريق الدم لابد إن احنا نكون حريصين أثناء استخدامها. فمثلا مكنات الحلاقة وفرش الأسنان لازم نكون هو فيروس سي كمان بينتقل عن طريق الدم، لكن الحمد لله تقريبا ما عادش موجود خلاص. بالظبط. فيروس بي بيختلف عن فيروس سي في تركيبه، لانه فيروس بي تركيبه عباره عن دي ان اي، لكن فيروس سي كان ار ان اي. وبالتالي فيروس سي لما اعطيناه الدواء كان من السهوله ان احنا نتخلص منه، لكن تبقى مشكله فيروس بي، لانه الادويه المتاحه حتى هذه اللحظه يستلزم استخدامها ان احنا نديها للمريض مدى الحياه. معلش ثانية واحدة يا دكتور، حضرتك بتقول إن فيروس بي ده دي إن إيه، معناها إيه برضه؟ معناها إنه الفيروس بيستطيع إنه يخش جوه نواة الخلية عندنا ويتصل بيها ويلتصق بيها بشكل شديد. وبالتالي ده بيخليه بيتكاثر بشكل أكبر، ومش من السهل الحقيقة التخلص منه نهائياً. أعراضه بتبقى إيه يا دكتور؟ أعراضه نادراً ما بيحدث التهاب كبدي حاد. يعني نادرا ما بيحصل صفرة وارتفاع في درجة الحرارة أو قيء عند الإصابة، لكن هذه الأعراض بتيجي لما يحصل التهاب كبدي، وده بيحصل بعد مثلا أشهر من الإصابة. علشان كده إحنا مش بنحس بالإصابة حين حدوثها، لكن بنشعر بأثاره لما يبقى متواجد بشكل مزمن في أجسامنا. نعم. طيب طبعا ممكن يتسبب في تليف الكبد، وهو سبب رئيسي لسرطان الكبد. نعم. طيب السؤال الثاني، اللي يصاب بفيروس بي حضرتك بتقول صعب علاجه، لكن معنى كده ان تقريبا مستحيل علاجه؟ احنا مبدئيا طبعا احنا بنتكلم على اللقاح، يعني ان احنا نتقي شر الاصابه بيه ده من البدايه خالص، لكن على فرض ان حد اصيب بيه، طريقه العلاج بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ السؤال الحقيقه سؤال مهم. احنا موجود دلوقتي في مصر مجموعه من العلاجات اللي احنا بنستخدمها لعلاج فيروس بي. هذه العلاجات الحقيقه تستطيع انها تتخلص من اجزاء كبيره جدا من الفيروس، وبالتالي بتخلي الفيروس في حاله خمول، لكن بيحتاج المريض انه يستخدمها لفترات طويله. وهذه الفترات قد تمتد الى ان هو يستخدمها مدى الحياه.
وده مختلف طبعا عن فيروس سي اللي بناخد الجرعات بتاعته 4 أسابيع أو كان 3 شهور على الحد الأقصى. فاحنا دلوقتي بنتكلم على ان الوقاية خير من العلاج بالتأكيد، وان توفير اللقاحات ده برضو شيء مهم جدا، وعشان كده بدأ هذا الحديث دكتور أشرف عقبة. بالنسبة للقاحات احب بس اضيف كلمة سريعا، اتفضل يا فندم. انه لقاح فيروس بي الحقيقة بيحمي من الإصابة من فيروس بي، وبالتالي بيقدر ان هو يمنع الإصابة، وخاصة ان فيروس بي يعتبر من اهم اسباب سرطان الكبد، وعلشان كده احنا بنعتبر لقاح فيروس بي هو لقاح مانع لسرطان الكبد، الى جانب انه مانع كمان للالتهاب الكبدي بفيروس بي. نعم، ربنا يشفي ويعافي ويحمي الجميع باذن الله. دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس سابقا، جزيل الشكر لحضرتك، وشكرا جزيلا طبعا على النصيحه، وياريت ان كلنا فعلا نتقي شر الاصابه من قبل ما يتم الاصابه. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام اخبارنا، وهذا الخبر عن توسع صادرات مصر في سوق غرب اوروبا بنسبه 58.5% التي تسجل 6.5 مليار دولار خلال الخمس اشهر الاولى من العام الحالي 2022، مقابل 4.1 مليار دولار خلال الاشهر المناظره من العام السابق عليه، بزياده قدرها طبعا 2.4 مليار دولار، وده وفقا لاحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. في العرض التالي هنشوف مع حضراتكم المزيد من التفاصيل عن توسع الصادرات المصرية. ونروح للحديث عن أثرنا وتاريخنا. بتشهد منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر عودة العمل من جديد في المشروع القومي لترميم صالة الأعمدة الكبرى، واللي بتضم 134 عمود، حيث يقوم فريق الترميم والعمال والأثريين بمهمة قومية تتواصل يوميا بأريادي مصرية في الصالة التاريخية الأهم في معابد الكرنك. تتواصل أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، تلك الصالة واللي بتتكون زي ما قلنا لحضراتكم من 134 عمود، وبيتم الانتهاء من ترميمها تباعا لتستعيد رونقها مرة أخرى. تفاصيل أكثر نتابعها دلوقتي. بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الأثار سابقا. دكتور غريب، بداية صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك.
قبل ما نتكلم على عمليات الترميم، خلينا بس نقول معلومة كده سريعة، ويمكن حتى شفناها دلوقتي في العرض اللي كان سابق لهذا الاتصال، إن احنا بنتكلم على معابد الكرنك، لأن كان في خطأ شائع إن الناس تقول معبد الكرنك، هي مجموعة معابد. تمام يا فندم. طيب بنتكلم على عملية ترميم وصالة الأعمدة الكبرى وبتضم 134 عمود، عايزين نتكلم على أهمية هذه العملية الترميمية وكيف تحدث والفترة الزمنية اللي بتستغرقها تقريبا بتكون قد إيه؟ طبعا احنا بنتكلم على صالة الأعمدة الكبرى، هي أكبر صالة أعمدة على مستوى العالم، هي سبيكتروم تاني. ضخامة الأعمدة كمان مدياها قبها أكتر من التاريخ القديم ضارب في القدم. لو قلنا لحضرتك إن ارتفاع العمود بحوالي 18 متر وقصور، قطر الدايرة بتاعته ما بتقلش عن 50 سنتي. الحقيقة كم البيانات المدونة والزخارف وجمال الالوان الموجوده فيها كمان بجمال ورونق وجودها، كمان في معابد الكرنك زي ما حضرتك قلتي، وجودها في مدينه طيبه القديمه مدينه الاقصر. كل العوامل دي ادت ان الدوله تتدخل في ترميم هذا الصرح الاثري الخطير. لما دوله رئيس مجلس الوزراء في احد زياراته شاف احد المحاولات في تاج احد الاعمده وجمال الالوان مقارنه بالالوان المجاوره المطبوسه، فسال سؤال لوزير الاثار السابق ليه ما بنعملش باقي الاعمده؟ حقيقه سياده الوزير قال له احنا عندنا مشكله ماليه، الدوله تدخلت ودعمت المشروع. وبدا تعليمات وكل الجهود بدايه من القياده السياسيه متمثله في رئيس مجلس الوزراء ووزير الاثار السابق الحقيقه الامين عام مجلس الاثار. الفتره الزمنيه يا دكتور اللي بتستغرقها عمليه الترميم تقريبا بتكون قد ايه؟ كل حاله ما اقدرش اقول حاجه عامه، كل حاله لوحدها، يعني ممكن عمود واحد يستغرق معانا شهرين، ممكن عمود يستغرق اسبوع، ممكن عمود يتم ترميمه في يوم، طبقا للظروف القاسيه اللي تعرض ليها وطبقا لمظاهر التلف الموجود عليه وطبقا لحساسيه الالوان المستخدمه في كل عمود. وده صعوبه عمليه الترميم، ان مفيش حاجه، مفيش قاعده كامله او قاعده اساسيه اقدر اقول عليها في الزمن او البرنامج الزمني، ان انا اقول عمود يخلص او معبد يخلص في اسبوع او 10 ايام او شهر، كل حاله هي اللي بتتكلم عن نفسها وطبقا للظروف بتاعتها. طيب لكن السؤال التالي بقى يا دكتور، ومعلش يمكن انا يعني سريعه في الاسئله عشان بس نحاول ان احنا ناخد فكره يعني باكبر قدر ممكن. عمليه الترميم دايما بتلاقي بعض التعليقات يقول لك ايه، هل دي كانت الالوان الاصليه فعلا؟ هل هو الاصلي بتاعه كان كده؟ لا، ده في فرق بين اللي حصل ترميم ليه واللي لسه ما حصلوش، يمكن يبقى في مشكله في الالوان، يمكن يبقى التنسيق ما كانش مظبوط بالشكل الكافي. عايزين نفهم من حضرتك أكتر على أي أساس بتتم عملية الترميم، اختيار الألوان، اختيار المادة، بتحصل إزاي بحيث أنها تكون مطابقة لما كانت عليه بالفعل؟ بص حضرتك، احنا في الأثار الفرعونية والأثار الضريبة في القدم ممنوع منعا باتا من استخدام ألوان حديثة. ده بقى حضرتك ده بادي زي بادة. بيحكمنا في ذلك المواثيق الدولية، المواثيق الدولية دي دول العالم المهتمه بالتراث الانساني اجتمعت في اكثر من مؤتمر، اكثر من 50 60 مؤتمر، حطت الاسس اللي بيمشي عليها ترميم الاثار او صائم الاثار او الدليل العلمي اللي بيمشي عليه. من ضمن الاسس ديت ان زي ما قلت ممنوع منعا باتا او بتغل لايادي المرمم عند ترميم الاثار الفرعونيه والاثار اللي في نفس المستوى الزمني بتاعها. يعني ما فيش استخدام للالوان خالص بأي شكل من الأشكال، إلا في بعض الأماكن المفقود منها أجزاء، فبنعمل استكمال بمونات حديثة وبنعمل بنضيف ليها ألوان علشان نقرب لون الجزء الحديث اللي بيتم تطبيقه باللون الأثر الموجود حواليه عشان يحصل حاجة بنسميها الموائمة اللونية. نعم. لكن لما بيحصل في اتساخات، نوعية الاتساخات أو المظاهر التلف الحجبة للألوان
بيتم تحليلها عشان نعرف ماهيتها او نوعيتها ايه، وبناء عليه بنحدد المواد او الخامات اللي هنشتغل بيها علشان نتخلص من مظاهر التلف، علشان نرجع الالوان البهاء بتاعها. وبعد ما بيتم الانتهاء من تنظيف الالوان ديت واظهارها بشكل كافي، بنضيف مواد بتعتبر هذه المواد حاميه الالوان اللي تم اظهارها من عوامل التعريه او عوادي الزمن. بيتم تطبيقها على فترات مختلفه، ممكن حسب نوع الماده تستمر 6 شهور، تستمر سنه، ويتم الحاجه اللي بنسميها الصيانه الدوريه اللي بتتم للاثار. نعم دكتور غريب سنبل، رئيس الاداره المركزيه لترميم وصيانه الاثار سابقا، جزيل الشكر لحضرتك. مصر جميله وكل يوم بتكون اجمل من اليوم اللي قبله دايما باذن الله. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مجموعة الأخبار، وهنرجع تاني نتكلم عن الصحة والمسح الوطني لصحة الأسرة واللي هيغطي كافة محافظات الجمهورية، وده من خلال عينة حوالي 36 ألف أسرة معيشية موزعة على 17 فريق بيضم 200 باحث، وإجراء المسح هيتم بجهود مصرية خالصة لأول مرة في تاريخ إجراء هذا المسح. انتهت أعمال المسح بمحافظتي القاهرة والجيزة في شهر نوفمبر الماضي، وبيوفر المسح البيئة الخصبة للتعامل مع ظاهرة الزيادة السكانية من خلال توفير بيانات أسباب ارتفاع النمو السكاني، وبالتالي وضع الحلول المناسبة والإجراءات المفروض اتباعها. تفاصيل أكتر هنتابعها دلوقتي مع حضراتكم. اليوم بتحل ذكرى رحيل الأديب الكبير نجيب محفوظ. يعد الأديب الراحل مدرسة أدبية مكتملة الأركان، سطر حكايات الحارة المصرية في صفحات رواياته وترجمت أعماله لعدة لغات. نشأ في أسرة بسيطة بحي الجمالية، وصلت شهرته إلى العالمية، وهو أديب مصري وعربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب.
الأديب الكبير نجيب محفوظ بالتأكيد يستحق الحديث عنه بشكل كبير، أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل بالتأكيد دائما سنتذكره زي ما دائما بنتابع كافة أعماله وكافة رواياته. نروح مشاهدينا الكرام لخبر متعلق بالفن ومتعلق بالصحة في نفس الوقت. الخبر ده بيتكلم على إن الموسيقى وتعلم الموسيقى، ودي دراسة أكدت إن تعلم الموسيقى ولآلات موسيقية في مرحلة الطفولة بيحسن مهارات التفكير في مرحلة الشيخوخة، وده وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية. أجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة أدنبرا وشملت 366 مشارك كانوا جزء من مجموعة عرفت باسم لوثيان بيرث كوهورت 1936، وهي مجموعة من الأفراد من أدنبرا ولوثيان ولدوا في عام 1936 وشاركوا في المسح العقلي الإسكتلندي لعام 1947. أبلغ 117 من المشاركين عن قيامهم بعزف آلة موسيقية واحدة على الأقل خلال مرحلة الطفولة والمراهقة، وتم اختبار مهارات التفكير لدى الأشخاص من خلال قدرتهم على حل بعض الاختبارات العقلية مع تقدمهم في السن. ولسه مشاهدينا الكرام، العالم كله بيتكلم على التغيرات المناخية وأثر التغيرات المناخية وحالات الفيضانات وحالات الجفاف اللي بتحصل في مناطق مختلفة من العالم. دلوقتي هنروح للصين واللي بتشهد بعض المناطق فيها حالة من الجفاف. مزارعين في مدينة جيوجيانغ بإقليم جيانغشي بوسط الصين قالوا إن فرق الحفر بتعمل لساعات طويلة لحفر أبار لمواجهة الجفاف المدمر اللي بيجتاح أجزاء من البلاد. وقال كمان قابو تشا اللي بيقود فريق حفر بقرية داشان إن كل القرى في المنطقة جافة وإنهم بيعملوا على مدار 15 ساعة في اليوم عشان ينجزوا أعمال حفر الأبار، وده بيجي بعد ما أعلنت الصين عن حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف في وقت سابق من الشهر الجاري، مع استمرار اجتياح درجات الحرارة المرتفعة للمناطق الواقعة على طول نهر يانغتسي. ورفع إقليم جيانغشي يوم الأربعاء الماضي استجابته الطارئة للجفاف من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير مؤلف من أربعة مستويات هناك. معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. دكتور، بداية صباح الخير على حضرتك. والتغيرات المناخية الكل أصبح يعاني منها بشكل كبير، بنتكلم على حفر آبار وكل دولة وكل مكان في العالم دلوقتي بيدور على إزاي إن هو يتعامل مع غضب الطبيعة على الكرة الأرضية. تعليقك على ما يحدث الآن نتيجة للتغيرات المناخية ونتيجة لما فعله الإنسان بالأرض. الحقيقة هذه التغيرات المناخية بتيجي نتيجة سلوك الإنسان منذ بداية عهد التنمية، كانت التأثيرات بسيطة بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت التنمية وتداعياتها بسيطة. مع سنوات طويلة من عهد التنمية ويعني استخدامنا للموارد وزيادة المصانع بشكل كبير جدا في جميع الدول والتصنيع، زادت بشكل كبير جدا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السبب الرئيسي في تغيرات المناخ بزيادة درجات الحرارة على سطح الأرض درجة واثنين من عشرة. وهي الصين التي يعني كنا منذ عدة أشهر بسيطة كنا نسمع عن فيضانات موجودة هناك، الآن في جفاف في بعض الأنهار لدرجة أن هم بيجيبوا المياه حاليا من المناطق الجوفية أو من الأبار الجوفية، فده يؤكد أن هناك تغيرات شديدة في المناخ. بنشوف كمان ده في أوروبا منذ عدة أيام، بنشوفه حتى في الدول الأفريقية، بنشوفه في بعض الدول العربية. حضرتك تكري من عدة أيام برضو كان هناك سيول في بعض المناطق. كل هذه بتنبئ بتغيرات يا رب ما تكونش عنيفة وترجع الأمور كما كانت، زي ما حضرتك تفضلتي بفكرة التخفيف والتكيف. لابد أن احنا نخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السبب الرئيسي المسبب للظاهرة، ونستخدم آليات للتخفيف. هل نعود إلى المياه الجوفية وهل هتكفي قد إيه؟ هل نستخدم مياه البحر في زراعة بعض المحاصيل التي يمكن أن تتحمل الملوحة، أو نعمل تحلية لمياه البحار؟ هل نستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الوقود الواعد اللي يمكن
بيتحرك في مصر دلوقتي وهو الهيدروجين الاخضر كطاقه نظيفه تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. كل دي اليات بتخلي العالم ان شاء الله في كوب 27 ننتقل من مرحله التعهدات والالتزامات كما قال فخامه الرئيس الى مرحله الافعال، ويبقى في اتجاه قوي فعلا انه المناخ دلوقتي بيعبر عن زي ما حكى قلبي ايضا بالغضب، لانه يعني تداعيات كثيره حدثت والانسان هو المسبب الرئيسي لهذا. نعم. الشيء هو اللافت للانتباه كمان يا دكتور ان من ضمن طبعا الاسباب الخاصه بالتغير المناخي هو استخدام الطاقة الأحفورية لتوليد الطاقة، لأنها طبعا سعرها يعتبر يعني منخفض بالنسبة لأنواع أخرى من الطاقة. وقصاد هذا الأمر العالم كله محتاج أنه هو يتبع أساليب جديدة ويدفع تكلفة جديدة عشان يعني نعوض ما حدث. بالضبط، هو ده اللي ماشي في العالم، بيفكر في آليات جديدة، وخصوصا أن في مشاكل هتحصل للدول النامية. يعني هي المشكلة أصلا مش، ويمكن بنسمع عن مصطلح جديد اسمه العدالة المناخية، لابد أن يكون هناك في دول ممكن ألا تتأثر كثيرا مش بسبب الطقس، ولكن عندها إمكانيات يعني تغطي هذه التأثيرات. ولكن معلش عذرا على المقاطعة يا دكتور في النقطة دي، يمكن كنا بنقول كده فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لكن في الآونة الأخيرة لقينا أن الدول النامية والدول غير النامية والدول المتقدمة على الأصح بتعاني وبشكل كبير من حرائق غابات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، بتعاني من جفاف الأنهار، كل الدول أصبحت تعاني ليست الدول النامية فقط. أنا أقصد في المقام الأول هي عندها إمكانيات تقدر أن هي تغطي نسبة من هذه التداعيات، أما الدول النامية ما عندهاش، فهي دول فقيرة. حتى لو حدث يعني النهاردة لما الصين بتحفر أبار عندها إمكانيات تعمل ده، إنما الدول الأفريقية ما عندهاش الإمكانيات ده، هذا ما أقصده يعني. لكن هي التأثيرات على كل العالم من حيث التغيرات التي تحدث. هي الفكرة إن إزاي الدول النامية بإمكانياتها البسيطة تعمل ده، مش كده لابد من دعم الدول، وده اللي أكدوا عليه في باريس 2015 في المؤتمر وجلسة 21. يعني هو إزاي ندعم هذه الدول، إزاي إن هي كمان ما تقطعش الغابات اللي عندها وتستخدمها للتنمية عندها، وتخلي هذه الغابات، لأن الغابات دي بتلعب دور كبير جدا في مش بس في أفريقيا، في العالم كله، وفي عمليات الأمطار وفي عمليات تخفيف درجات الحرارة. فكل دي تداعيات، لكن تداعياتها تحصل على العالم كله، ولكن هل من الدول النامية لها أن تعالج هذه التداعيات؟ الدول المتقدمة أتصور إلى حد ما ممكن، لكن الدول النامية هي دي اللي عندها المشكلة الأكبر. نعم، دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، جزيل الشكر لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، لسه مع حضراتكم في هذا الصباح، لكن دلوقتي هنروح نتابع أهم الأخبار الاقتصادية وزميلتنا شروق وجدي. صباح الخير عليك يا شروق. صباح الخير دعاء، وصباح الخير مشاهدينا، وأهلا بحضراتكم في أهم وآخر الأخبار الاقتصادية. دعت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الاتحاد الأوروبي إلى عدم غلق أبوابه في وجه السياح الروس، معتبرة أن العقوبات الغربية يجب أن تستهدف الاقتصاد الروسي وأيضا مؤسساته العسكرية فقط. وقالت الصحيفة إن العديد من الدول أو دول شمال ووسط أوروبا قامت بتقييد وصول السياح الروس إلى شواطئها وأراضيها، وتضغط من أجل فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تأشيرات دخول السياح الروس. كما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى منع استخراج تأشيرات الدخول إلا لأسباب إنسانية، وهذا بسبب العمليات العسكرية الروسية ضد بلاده. حذرت وزيرة الطاقة البلجيكية تان فاندار من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه شتاء صعبا، وهذا في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز. وكتبت الوزيرة على حسابها في تويتر: خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة سيكون فصل الشتاء صعبا إذا لم تفعلوا شيئا حيال أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قرارا على مستوى أوروبا ونحاول تثبيت الأسعار. وافقت هيئة تنظيم الطاقة النووية في سلوفاكيا على إطلاق مفاعل نووي جديد في محطة موشوفاتشي النووية، وهي المنشأة التي ستحول سلوفاكيا
إلى أحد مصدري الطاقة النووية حال التشغيل الكامل للمنشأة. وأصدرت الهيئة إذناً نهائياً بشأن تشغيل الوحدة 3 في محطة موشوفاتشي للطاقة النووية والتي تعمل بتقنية الماء المضغوط. يكتسب إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة زخماً كبيراً في ظل ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وتدفع أسعار الغاز المرتفعة والتي يتم تداولها عند مستوى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق الأوروبية محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية لزيادة الإنتاج، حيث بلغ الطلب على الغاز المسال هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو 2022. أكد مصدر في المفوضية الأوروبية أن السلطات الهولندية قد تسمح بشكل مؤقت كحالة استثنائية لإدارة مدينة لاهاي بشراء الغاز من غازبروم الخاضعة للعقوبات الأوروبية، وهذا اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض القيود على توريد الغاز من روسيا، لكن الحزمة الخامسة من العقوبات تنص على حظر مشاركة الشركات الروسية والمواطنين الروس في مناقصات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، وهذا اعتبارا من 10 أكتوبر. تجاوز مؤشر الكهرباء الألماني للعام المقبل الذي يعد معيارا لأوروبا مستوى 1000 يورو، أي ما يعادل 993 دولارا، وهذا للمرة الأولى مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة. يأتي ذلك بعد فوضى يوم الجمعة عندما قفزت الأسعار في ألمانيا وفرنسا إلى أكثر من 25% مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي في روسيا أو من روسيا، كما تعاني باريس من تراجع توليد الطاقة النووية. دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إعادة تدوير أفضل للهواتف المحمولة وأجزاء البطاريات من أجل جعل أوروبا أقل اعتمادا على المواد الخام من الخارج في المستقبل. قال شولتس في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا تشارلز في العاصمة التشيكية براغ: نحتاج إلى خطة لعب، شيء مثل استراتيجية صنع في أوروبا 2030. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن الاتحاد الأوروبي سيسجل خسارة قدرها 21 مليار يورو إذا قرر حظر دخول السياح الروس. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن عدم السماح بدخول السياح من روسيا وأوروبا لن يؤدي إلا لضرر باقتصادها، حيث سيكون لدى الروس دائما وجهات أخرى للسفر إليها. مشاهدينا، والآن إلى التغيرات في أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث استقرت أسعار العملات أمس الاثنين بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري. سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي 18.97 للشراء و 19.14 جنيه للبيع. أيضا استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري عند 22.29 جنيه للشراء و 22.56 جنيه للبيع. أما عن اليوان الصيني فسجل 2.77 جنيها للشراء و 2.78 جنيها للبيع. ومن العملات الأجنبية إلى العملات العربية، حيث سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.08 جنيه للشراء و 5.11 للبيع. كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 5.21 جنيه للشراء و 5.23 جنيه للبيع. والآن مشاهدينا إلى أسعار الذهب.
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية أمس الاثنين، حيث تتأثر الأسعار المحلية في مصر للذهب بالأسعار العالمية الخاصة وأيضا الخاصة بالبورصات العالمية، وكذلك العديد من الأحداث والبيانات الاقتصادية كإعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف في أي وقت قريب عن رفع معدلات الفائدة. وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر، عيار 21 سجل 1083 جنيها، عيار 24 سجل 1238 جنيها، أما عن عيار 18 فسجل 928 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب فسجل 8664 جنيها. مشاهدينا انتهت أهم الأخبار الاقتصادية، والآن عودة للزميلة دعاء في هذا الصباح لاستكمال الفقرات. إليك دعاء. شكرا لك يا شو. ومشاهدينا الكرام، بالفعل احنا لسه مع حضراتكم في هذا الصباح وما زال لدينا الكثير من الفقرات. وطبيعي مشاهدينا الكرام اننا بنبقى محتاجين نعرف اخبار حاله الطقس ايه. تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الثلاثاء طقس حار في النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ومائل الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ودلوقتي مشاهدينا الكرام للي لسه بينزل، اكيد ان هو عايز يعرف اي طرق يسلك والمحاور المروريه كيف احوالها. اذا نتعرف على الحاله المروريه في القاهره الكبرى في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفه عمليات الاداره العامه للمرور مع مراسلتنا شيرين مجدي. صباح الخير عليك يا شيرين. صباح الخير يا دعاء، وصباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز من داخل غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. مشاهدينا بنتابع معاكم الحاله المروريه في اغلب الطرق والمحاور الرئيسيه على مستوى القاهره والجيزه. من خلال متابعتنا للشاشات بنلاحظ سيوله مروريه واضحه في اغلب الطرق والمحاور الرئيسيه من خلال متابعتنا، واللي هنستعرضها اكتر من خلال الشاشات معاكم على الهواء مباشره. وبنبدا من الشاشه الاولى ومن الدائري
على البساتين. وكما تظهر الشاشة أمامنا هناك يعني محور الحضارات باتجاه نزلة الدائري في اتجاه المعادي، بنلحظ أن هناك كثافات بسيطة ولكنها متحركة كما تظهرها الشاشة. كذلك أيضا في الاتجاه الآخر من القاهرة الجديدة إلى اتجاه الجيزة بنلحظ سيولة مرورية في كلا الاتجاهين. بننتقل لشاشة أخرى وطريق آخر ومحور روض الفرج، واللي نلحظ فيه سيولة مرورية في الاتجاهين سواء القادم من كورنيش النيل باتجاه طريق اسكندرية الصحراوي أو العكس، بنلاحظ سيولة مرورية في كلا الاتجاهين. كذلك أيضا أعلى الدائري بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة سواء في اتجاه طريق اسكندرية الزراعي أو باتجاه الوراق، هناك سيولة مرورية من محور روض الفرج وكذلك أيضا الدائري في هذه المنطقة. بننتقل لشاشة أخرى والدائري أعلى الماريوتية، بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة في الاتجاه القادم من الرماية وطريق الواحات باتجاه محور 26 يوليو، وأيضا الاتجاه المعاكس باتجاه طريق الواحات والرماية بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة أعلى الدائري في الماريوتية. وكذلك أيضا وصلت الماريوتية للقادم من مناطق الهرم باتجاه الواحات والرماية أيضا بنلاحظ سيولة مرورية واضحة أعلى الدائري. بننتقل لشاشة أخرى ويعني هنا دائري المنيب سواء في الاتجاهين، بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة سواء في اتجاه القادم من المعادي باتجاه الماريوتية أو العكس، بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة. وكذلك أيضا نزلة البحر الأعظم بنلاحظ سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهات بالنسبة لهذا الطريق في دائري المنيب. بننتقل لشاشة أخرى مشاهدينا وطريق السويس، بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهات سواء للقادم من محور الثورة باتجاه الرحاب والشروق، بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة في هذا الاتجاه، وكذلك أيضا القادم من مناطق الرحاب والشروق باتجاه محور الثورة بنلاحظ سيولة مرورية واضحة في هذا الاتجاه، وكذلك أيضا نزلة المعادي باتجاه محور الثورة بنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهات بالنسبة لطريق السويس. بننتقل للشاشة الأخيرة والدائري الإقليمي المار من أمام العاصمة الإدارية، وكما توضحها يعني الصورة أبراج العاصمة والبرج الأيقوني واضح جليا في هذه الشاشة، بنلاحظ أيضا سيولة مرورية في هذا الاتجاه سواء المتجه إلى العاصمة أو المتجه إلى طريق القطامية. يعني دي متابعتنا للشاشات واللي بنلاحظ فيها كما شاهدنا سيولة مرورية واضحة في أغلب الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى القاهرة الكبرى وتحديدا في القاهرة والجيزة. دي متابعتي دعاء، بعود إليك في الاستوديو مرة أخرى. نعم، جزيل الشكر ليك يا شيرين مجدي على هذا التحليل للحالة المرورية. أعتقد كده كل واحد نازل يقدر أنه هو يقرر أي المحاور من الأفضل أنه هو يسلكها بإذن الله. مشاهدينا الكرام، دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمتابعة لأبرز الأخبار الرياضية وموجز رياضي، ومرة أخرى نقول زميلتنا شروق وجدي صباح الخير عليك مرة تانية. صباح الخير مرة تانية دعاء، وصباح الخير مشاهدينا، وأهلا بحضراتكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، هل سيحبس انفاسنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. طالب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الأهلي مهاجمي فريقه بالتركيز أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف واستعادة الانتصارات مجددا في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري، لاسيما بعد ظاهرة إهدار الفرص التي ظهرت على المارد الأحمر في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي خسر فيها المارد الأحمر بهدف دون رد. يختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد سيراميكا اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة والرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.
ومن الأهلي للزمالك، طلب البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من اللاعبين الشباب التركيز في مواجهة إيسترن كومباني التي ستجمعهما اليوم الثلاثاء والبحث عن تحقيق فوز شرفي. وطلب فيريرا من اللاعبين الشباب تقديم مباراة استعراضية دون الوقوع تحت ضغط، وخاصة أنها مباراة تحصيل حاصل بعدما توج الفارس الأبيض بلقب الدوري رسميا. اختتم فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب استعداداته لمواجهة النادي المصري في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام. ورصد مسؤول المقاولون العرب 50,000 جنيه، وهذه مكافأة لكل لاعب في الفريق من أجل الفوز على النادي المصري في اللقاء المقبل بالجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لحسم البقاء في المسابقة المحلية. ومن كرة القدم إلى كرة الطائرة، فاز منتخب شابات القرى الطائرة على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0 في أول لقاء ببطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس. ومن المقرر أن يلتقي منتخب شابات الطائرة مع تونس غدا الثلاثاء ثم المغرب في ختام الدور الأول الأربعاء. والآن إلى الدوري الإنجليزي، يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس على ملعب سان ماري ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويتواجد تشيلسي في المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز 14 برصيد 4 نقاط. تألق الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول بالأمس استعدادا للمباراة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد التي ستقام في 9 مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. وفي خطوة أصابت عشاقها حول العالم بالحزن، أعلنت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز اعتزال اللعبة التي هيمنت على عرشها لسنوات طويلة، وذلك بعد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نهاية هذا الشهر. وتستهل اللاعبة المصنفة 605 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات والفائزة ب 73 لقبا خلال مسيرتها في البطولة الأمريكية أمام لاعبة مونتينيغرو دانكا كوفانيش. مشاهدينا، انتهت أهم الأخبار الرياضية، والآن عودة للزميلة دعاء في هذا الصباح، إليك دعاء. شكرا لك يا شو. ومشاهدينا الكرام، بالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة من هذا الصباح. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.